السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله نتكلم على الذكاء الاصطناعي. طيب، عشان نتكلم على الذكاء الاصطناعي خلينا نقسمها، إيه هو الذكاء وإيه هو الاصطناعي، وبعد كده نشوف لما نحطهم مع بعض هينتج لنا إيه. الذكاء الاصطناعي هو مصطلح من زمان، أيام سنة 1960 كان في عالم اسمه مارفن مانكسي كتب مقالة عن الخطوات نحن نوصل للذكاء الاصطناعي، فهو من بدايات الكمبيوتر. طيب خلينا ناخد كلمة كلمة. الذكاء هو صعب بنعرف، فيه اختلاف عليه، بس ممكن نقول زي ما تيرمان بيقول اللي هو القدرة على القيام بعملية التفكير المجرد، أو كولفن بيقول وصول الفرد لمرحلة القدرة على عملية التعلم. وفي تعريف تاني، قدرة الفرد على التكيف العقلي مع المواقف والمشاكل الحياتية الجديدة، في مشكلة جديدة احنا هنتفاعل معاها ونتكيف معاها. وفي تعريف آخر لجوردن بيقول القدرة على توظيف الخبرات السابقة والاستفادة منها في حل المشاكل الحاضرة، بالإضافة للتنبؤ وحل المشاكل المستقبلية اللي ممكن يتعرض ليها الفرد. فدي كلها مصطلحات للذكاء، منها مثلا الإبداع وحل المسائل، إن احنا نقدر نكتشف نمط معين، حاجة مشتركة، التعلم، الاستنتاج، إمكانية القياس، التحسين، معالجة اللغة الطبيعية، المعرفة، وحاجات كتير جدا. ده كل ده بيشمل الذكاء. طيب الاصطناعي ليه اصطناعي وليس صناعي؟ صناعي اندستريال، انما الصناعي اللي هي انتليجنس. فلذلك لما ترجمنا المصطلح الانجليزي للعربي صدر معانا كده. طيب يعني ايه بقى الذكاء الاصطناعي؟ لما حطينا كلمتين مع بعض يطلع لنا قدرة الآلة على محاكاة العقل البشري وطريقة عمله، زي قدرته على التفكير والاكتشاف والاستفادة من التجارب السابقة. وطبعا في تطور كبير جدا شاهده الحاسب في الأعوام الأخيرة، قدر إن هو يثبت لنا نظريات رياضية معقدة، قدر إن هو يلعب لعبة الشطرنج وحاجات كتيرة جدا. لكن حتى الآن ما قدرش نقول إن هو بيجاري العقل البشري فضلا إن هو يسبقه. يعني الذكاء الاصطناعي هو ذكاء الإنسان قدر إن هو يخترعه. فقدرة الآلة على العمل والتفكير زي الدماغ البشري دي اسمها الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي بيقدر إن هو يعمل ويتفاعل زي الدماغ البشرية، بحيث إن هو يوصل لحاجات إحنا مكناش عرفناه عليها أو هو ما اتدربش عليها. طيب من الحاجات الأساسية في الذكاء الاصطناعي تاريخيا فكرة يعني الخوارزميات اللي عملها الخوارزمي، دي من الحاجات الأساسية جدا. وبرضو في واحد اسمه الجزري، بديع الزمان أبو العز بن إسماعيل ابن رزاز الجزري، عمل كتاب حلو قوي اسمه الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل. الحيل دي اللي هي مقصود بيها الميكانيكا. هو عمل آلات كتيرة جدا، آلات بتجيب مية، آلات تتنظف، آلات بتجيب القهوة. هو قدر يحول الحركة الدائرية لحركة تردية، ودي كانت إنجاز كبير جدا. فقدر ان هو يعمل علم الروبوتات. طيب وبرضو من ضمن الحاجات الاساسيه التاريخيه في الان تورنج، عمل اله تورنج اللي هي بتقدر تخزن برامج الحاسب. وبدا البرمجه لما اخترعوا لغه الليسب. لغه الليسب دي لغه برمجه خاصه بالذكاء الاصطناعي، عملها جون ماكارسي، هو اللي حاول ان هو بدا فكره الاسم بتاع الذكاء الاصطناعي او علم وهندسه الالات الذكيه. والليسب دي اللي اتعمل منها بعد كده لغه الاوتوليسب اللي احنا كنا بنبرمج بيها في الاوتوكاد. كنت انا عامل كتاب ازاي نبرمج جوه الاوتوكاد بالاوتوليسب. بعد كده في سنه 1960 بدا لعبه الشطرنج، بداوا يعملوا يدخلوا البرمجه بتاعه الشطرنج والكمبيوتر يقدر ان هو يلعبها. طبعا احنا فاكرين سنة 1985 كاسباروف ده كان بطل العالم في الشطرنج، ولعب ضد 32 من افضل الالات بتوع الشطرنج في المانيا، يعني المكان اللي كان فيه بطولة العالم، وكان تحدي كبير جدا. وقدر يفوز على ال 32 آلة المبرمجين. هما كانوا مبرمجين بالاسلوب التقليدي اللي هو بيحفظ خطوة قصاد خطوة، خطوة قصاد خطوة، تمام. انما بعد كده بعد ما قدر ينتصر على 32 حاسوب، لكن سنة 1997 كان في آلة اخترعتها اي بي ام قدرت انها تتغلب عليه. وكان ساعتها كل الصحف في العالم كله عمالة تكتب التحدي الاخير بين الانسان والآلة، وكانوا بيسخنوا في الموضوع.
لكن لما اي بي ام عمل الذكاء الصناعي بيستفاد من اللعب مع كاسبروف، يعني كل ما بتلعب معاه هو بيحفظ اللعبة بتاعتك ويتفوق عليها. بعد كده سنة 1997 في برنامج اسمه ديب بلو، ده حاسوب اخترعته اي بي ام قوي جدا وقدر يتغلب على بطل العالم في الشطرنج، فأصبح في مشكلة دلوقتي في رعب. بعد كده ظهر الإنسان اللي هو رومبا، ده بيبقى موجود في البيوت بينظف البيوت. تمام، كنت هجيبه لزوجتي وهي قالت لي لا، فانا قالت اسباب كتير، انا كبرت دماغي ما دام توفر فلوس مش مشكله بقى، هي مش عارف بينضفش ولا ايه، المهم كبرت دماغي ما دام وفرت خلاص مش مشكله مش هنتناقش. طيب، فبدا الذكاء الاصطناعي بقى موجود كتير جدا، تقريبا لا يخلو اي تليفون من فكره الذكاء الاصطناعي، سواء مثلا لو انت عندك ايفون فهتلاقي سيري في جوجل فيه برضو، وزائد انا مسطب تطبيقات كتيره جدا في الذكاء الصناعي وبنتناقش معاهم وبنبدا ان احنا ندخل في جدال زي ما هنشوف ان شاء الله في الفيديوهات بعد كده. ده الذكاء الصناعي بقى موجود في العربيات، فكره التاكسي بلا سائق، ان انت اصبح دلوقتي انت ممكن تطلب التاكسي ويجي لك التاكسي من غير ما يكون في سواق، تمام، ويجي لك حد عندك ويوديك المكان اللي انت عايزه. في روبوت كتير بقى في ذكاء صناعي وبتناقش معاك، اللي هو صوفيا مثلا، دي اللي خدت الجنسية السعودية سنة 2017، ودي طبعا حاجة خطيرة جدا، حاجة خطيرة لازم نخلينا نفكر فيها. هو دلوقتي عنده حقوق، يعني لو حد اعتدى عليها فلازم الدولة بتاعتها تتدخل، فهل ليها حقوق فعلا؟ يعني لو حد مثلا أخطأ في إنسان آلي، هل زيه لما يخطأ مع يخبط مروحة؟ تمام، يعني لو انت ضربت مروحه ولا ضربت التلفزيون بتاعك ولا الموبايل كسرته محدش يكلمك، انما دلوقتي اصبح الانسان الالي اصبح ليه سفاره وليه جنسيه، فدي من الحاجات اللي احنا لازم ان احنا نفكر فيها. طيب، في الان تورنج حط مقياس ان احنا نقدر نقول الكمبيوتر ذكي ولا غبي، او بلاش كلمه غبي، مفيش كلمه عكس ذكي مش غبي في الكلام بتاعنا كله. هو بيقول يستحق الكمبيوتر ان احنا نسميه ذكي لو كان قادر على خداع الانسان ليصدق ان هو بيتكلم مع انسان مش مع كمبيوتر. ودي تجربه معروفه، ان بنجيب اربع غرف وفيها بيبقى اتنين وفيها الغرفتين التانيين بيبقى فيه روبوت، وانا بتكلم مع الاربعه واشوف اشك في اي واحد فيهم ان هل فعلا ده انسان ولا ده روبوت. ده الاختبار اللي سائر على مستوى العالم.